صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى حيث قال: ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه؟ يقول أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام: ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. نعم، الجاهل يفعل الشيء ويظن أنه طاعة لله وهو ليس طاعة لله، أنه غير مشروع، يفعل شيئا يظنه مشروعا وهو غير مشروع فلا يكون طاعة لله. فليست العبرة بشهوات النفوس ورغبات النفوس، العبرة بالدليل، ما دل الدليل على أنه طاعة يفعل، وما دل الدليل على أنه غير طاعة لا يفعل، وما ليس عليه دليل لا يفعل على أنه طاعة لله، لأن الطاعة لا بد لها من دليل. نعم، انتهى.